نحن رايحين على المعبد. برافو، رايحين على المعبد يا عيني. منيح تعملوا المعاصي بعدين بتروحوا بتستغفروا. ليكي صلي بالنيابة عني. روحوا يلا يلا. امشي بوشكي. ماما انا رح ارجع بعد شوي. استنى، لوين رايح؟ صراحة اليوم الجو كتير ظريف، عم فكر روح المعبد. بس ما فيك تترك الاحتفال وتروح. اختي اتركيه يروح، هي حفلة نسوان، هو رح يمل اذا ضل هون. طيب حياتي روح، بس بدي تنتبه على حالك. ايه بدي منك شغلة، خلي السائق يضل معك هنيك ودير بالك منيح على حالك. روح. طيب امي رح دير بالي على حالي. ماشي روح يلا. روح روح وين ما بدك يا محتال، روح. اليوم رح أعرف حقيقتك وأعرف كل قصتك. شاندا أنت فيك تروحي، بس بوشكي رح تضل. بس أنا بدي روح معه. خلصنا، ما رح تروحي. أمي أمي يلا، ما رح تكسبي أي شيء من الروحة على المعبد والصلاة هنيك. أنت خسرتي أمك، حاجتك دلع. تايسو مين رح يجيب لنا المصاري؟ ولا بدك نصرف عليكي؟ أبوك رح يجي ياخدك. بيوتي عيب، هاي لساتها طفلة، لسه ما مر أسبوع على وفاة أربيتا. وأنت هلا عاملة محامي عنا حاجة علاك علاك. إذا طلعت هاي البنت معك أو حاولتي تاخديها بأي طريقة كانت، رح خليها تموت من الجوع هون، فهمتي؟ انتي لازم تفتحي عيونك وتشوفي منيح وتعرفي شو بقدر ساوي يا ست شاندا. لا، تعالي. انا بدي روح. بوشكي بعدي